موقف يوسف النبيل يتضح هنا من خلال الآتي. أولا، لم يشأ أن يشهرها، فيوسف رجلها إذ كان بارا وقبل أن يظهر له الملاك لطمأنته لم يشأ أن يشهرها. هذا التعبير يشهرها يأتي بمعنى يشهر بها كما ورد في ترجمة الحياة، أو يفضحها وسط الآخرين، أو لم يشأ أن يكشف أمرها كما ورد في الترجمة العربية المشتركة. ثانيا، أراد تخليتها سرا، والتعبير أراد تخليتها سرا يعني أنه قرر أن يتركها سرا كما ورد في ترجمة الحياة. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، أي أنه كان في صراع مع نفسه، إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ امرأتك، أي لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك حسب ترجمة الحياة، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ثالثا، دخل في صراع روحي نفسي كرجل، وإن سمع بالتفسير أو القصة من مريم نفسها إلا أنه مؤكد دخل في صراع، لكنه خرج من هذا الصراع منتصرا، خرج رجلا بمعنى الكلمة.